المناسبة، والياء مضاف إليه. معاني الحروف طبعا تشمل العطف والجر، وحروف العطف أربعة هي الواو، الفاء، ثم حتى وعندنا بل ولكن. يعني قلنا أربعة نضيف اثنين بل ولكن. معانيها تكون يعني معروفة دائما، الواو تفيد الربط مطلقا، الربط مطلقا، أي أقول جاء علي وأحمد، جاء علي وأحمد. بينما ثم تفيد التعقيب والتراخي، التعقيب والتراخي، نقول دخل نور الدين ثم صديقه. الفاء تفيد التعقيب والترتيب، أو الترتيب والتعقيب نفس الشيء. فنقول جلس الولد فسألته أخته، بينما حتى تفيد انتهاء الغاية، تفيد انتهاء الغاية. فنقول أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها، أي إلى غاية رأسها. بل تفيد الإضراب عما قبلها وإثبات ما بعدها، مثل نجح علي بل محمد، لكن تفيد الاستدراك، انتصر المجاهدون لكن انهزم بعضهم. حروف الجر كثيرة، ولكن سنقتصر على بعضها. ومعنى حرف الجر دائما يكون حسب الجملة الموجود فيها. فمثلا ذهبت إلى الجبل، فهنا إلى تفيد انتهاء الغاية، ونقول انطلقت من المدينة، فهنا من تفيد بداية الغاية. على مثلا في قولنا كتبت على السبورة تفيد الظرفية، تفيد الظرفية. ونفس الشيء بالنسبة للحرف في، كأن تقول سبح الولد في البحر، ففي تفيد الظرفية. ملاحظة، كل حرف جر يفيد معناه
كل حرف جر يفيد معناه حسب الجملة الواقع فيها. صح. ننتقل الآن إلى إذا والاسم الواقع بعدها، ونركز هنا على إذا الظرفية، فإنها تعرب ظرف لما يستقبل. إذا تابعونا، إذا ظرف، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان يتضمن معنى يتضمن معنى الشرط. الاسم بعدها الشعب، الشعب فاعل، فاعل لفعل محذوف دل عليه الفعل الثاني. وإذا جاء الاسم بعد إذا مرفوعا أيضا، ولكن فعل الفعل المذكور بعد هذا الاسم هو فعل مبني للمجهول مثل إذا التلميذ أهينا، فإن كلمة التلميذ هنا تعرب نائب فاعل، فاعل لفعل محذوف دل عليه الفعل الثاني. ملاحظة، عند الإعراب ننظر، ملاحظة دائما ننظر إلى الفعل المذكور بعد الاسم. إن كان الفعل مبنيا للمعلوم مثل المثال الأول فإنه يعرب فاعل هنا الاسم، بينما في المثال الثاني لأن الفعل مبني للمجهول والفعل أهينا، فإن الاسم قبله فهو نائب فاعل لفعل محذوف دل عليه الفعل الثاني. أما الجملة بعد إذا، أم الجملة بعد إذا، فإنها تعرب مضافا إليه. إذا تقول الجملة في محل جر مضاف إليه، وإذا جاء بعد إذا ضمير مثل إذا أنت أكرمت الكريمة، فإن هذا الضمير يعرب توكيد. توكيد لماذا؟ لأن دائما عندنا، تلاحظوا دائما عندنا فعل محذوف اللي هو تقدير الكلام إذا أكرمت أنت، أكرمت الكلمة، فلما نعرف أكرمت ففيها فعل وفاعل، وأنت هنا هي نفسها هذه التاء الضمير فتصبح توكيد، والجملة تعرب دائما مضاف إليه. هذه في حالة مجيء الاسم مرفوع والضمير. أما إذا كان عندنا الاسم بعد إذا منصوبا مثل إذا الشعب داهمته الرزايا، فإن هنا ننظر إلى الفعل الموجود بعد كلمة الشعب ونجد داهمته فيه ضمير، هذا الضمير هو الهاء، الهاء الهاء هنا تعود على الشعب، فلو أعربنا داهمته لوجدناها متكونة من فعل اللي هو داهم والتاء تاء التأنيث، والهاء ضمير متصل على الضم في محل نصب مفعول به، والرزايا فاعل، فالهاء تعود على الشعب، وما دامت الهاء مفعولا به إذن الشعب مفعول به لفعل محذوف دل عليه الفعل الثاني دائماً.